بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن يا كريم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أخبرنا الشيخ أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن الحسين الشيباني قراءة عليه وأنا أسمع فأقر بها. قال: حدثنا أبو علي الحسن بن علي بن محمد التميمي الواعظ ويعرف بابن المذهب قراءة عليه من أصل سماعه. قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك المقطعي قراءة عليه. قال: حدثنا الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه وشك أن يعمهم الله بعقابه. حدثنا وكيع. ما درجة الحديث؟ مختلف إسناده. الصواب؟ صدق وقفه؟ نعم. محلول الرفع. نعم. حدثنا وكيع قال: حدثنا مصر وسفيان عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن علي بن ربيعة الوالبي عن أسماء بن الحكم الفزاري عن علي رضي الله عنه قال: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء منه، وإذا حدثني غير عنه غيري استخلفته، فإذا حلف لي صدقته. وإن أبا بكر رضي الله عنه حدثني وصدق أبو بكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء قال مصهر ويصلي، وقال سفيان ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله عز وجل لله غفر له. حدثنا عمرو. ما درجته؟ رجعت أصله الصحيح إن شاء الله. نعم، بدون هذا اللف. نعم. نعم، الحديث معلول. نعم، لعله البخاري وغيره. نعم. حدثنا عمرو بن محمد أبو سعيد يعني العنقري قال: حدثني إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: اشترى أبو بكر من عازب سرجا ب13 درهما. قال: فقال أبو بكر لعازب: مر البراء فليحمله إلى منزله. فقال: لا، حتى تحدثنا كيف صنعت حين خرج رسول الله. لماذا حتى تحدثنا؟ لماذا سكنت؟ فالله حتى تحدثنا كيف صنعت حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت معه. قال: فقال أبو بكر: خرجنا فأدرجنا فأحدثنا يومنا وليلتنا حتى أظهرنا، وقام قائم الظاهرة فضربت ببصري هل أرى ظلا نهوي إليه، فإذا أنا بصخرة فأويت إليها، فإذا بقية ظلها فسويته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرشت له فروة وقلت: اضطجع يا رسول الله. فاضطجع ثم خرجت أنظر هل أرى أحدا من الطلب، فإذا أنا براعي غنم، فقلت: لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من قريش فسماه فعرفته. فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. قال: قلت: هل أنت حالب لي؟ قال: نعم. قال: فأمرته فاعتقل شاة منها، ثم أمرته فنفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته فنفض كفيه من الغبار، ومعي إداوة على فمها خرقة، فحلبني كثبة من اللبن فصببت على القدح حتى برد أسفله. ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافيته وقد استيقظ، فقلت: اشرب يا رسول الله. فشرب حتى رضيت، ثم قلت: هل أنا الرحيل؟ قال: فارتحلنا والقوم يطلبونا، فلم يدركنا أحد منهم إلا سراقة بن مالك بن جعشم على فرس الله. فقلت: يا رسول الله، هذا الطلب قد لحقنا. فقال: لا تحزن، إن الله معنا، حتى إذا دنا منا فكان بيننا وبينه قدر رمح أو رمحين أو ثلاثة. قال: قلت: يا رسول الله، هذا الطلب قد لحقنا. وبكيت
قال لم تبكي؟ قال قلت أما والله ما على نفسي أبكي ولكن أبكي عليك. قال فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اكفناه بما شئت. فساخت قوائم فرسه إلى بطنها في أرض صلد ووثب عنها وقال يا محمد قد علمت أن هذا عملك فادعو الله ينجيني مما أنا فيه فوالله لأعمين على من ورائي من الطلب وهذه كنانتي فخذ منها سهما فإنك ستمر بإبلي وغنمي في موضع كذا وكذا فخذ منها حاجتك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حاجة لي فيها. قال ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلق فرجع إلى أصحابه ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه حتى قدمنا المدينة فتلقاه الناس فخرجوا في الطريق وعلى الأجاجير فاشتد القدم والصبيان في الطريق يقولون الله أكبر. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء محمد قال وتنازع القوم أيهم ينزل عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الليلة على بني النجار أخوال عبد المطلب لأكرمهم بذلك. فلما أصبح غدا حيث أمر قال البراء بن عازب أول من كان قدم علينا من المهاجرين مصعب بن عمر أخو بني عبد الدار ثم قدم علينا ابن أم مكتوم الأعمى أخو بني فير ثم قدم علينا عمر بن الخطاب في 20 راكبا فقلنا ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو على أثره. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه قال البراء ولم يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قرأت سورا من المفصل قال إسرائيل وكان البراء من الأنصار من بني حارثة. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مصنف رحمه الله تعالى مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدثنا عن مهدي عن سفيان أبي إسحاق حارثة قال جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا إنا قد أصبنا أموالا وخيلا ورقيقا نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور. قال ما فعله صاحبي يا صاحبي قبلي فأفعله واستشار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفي مالي. فقال علي هو حسن إن لم يكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك. درجته صحيح رجاله ثقة كلهم نعم فقه فقال فيها أن الصدقة طهور للمال طيب فلا يكون فيها الاتباع قول عمر رضي الله عنه وصاحبه قبلي فلا يكون فيها سنية الأخذ قول عمر رضي الله عنه فينا لقول الصحابي قدرا كان عند الأوائل نعم. ودل على ذلك أن عمر رضي الله عنه كان يحتج بأن هذا فعل أبي بكر وهو عمر رضي الله عنه الذي جعل الله الحق على لسانه خلاف لمن جاء من المتأخرين تعطي قول الصحابي ما يلتفت إليه كأنه قاله أي شخص. بينما نجد عمر رضي الله عنه في حديث كثيرة يحتج بأن هذا فعل أبي بكر تقول ما فعله أبو بكر فيرى أن لقول أبي بكر مزية وقدرا على قولي غيره. وفي الله عنك حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان الحكم عن أبي وائل أن الصبي بن معبد كان نصرانيا تغلبيا أعرابيا فأسلم فسأل أي العمل أفضل فقيل له الجهاد في سبيل الله فأراد أن يجاهد فقيل له حججت فقال لا فقيل حج واعتمر ثم جاهد فانطلق حتى إذا كان بالحوائط أهل بهما جميعا فرآه زيد بن سوحان وسلمان بن ربيعة فقال له أضل من جمله أو ما هو بأهدى من ناقته فانطلق إلى عمر رضي الله عنه فأخبره بقولهما فقال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. قال الحكم فقلت لأبي وائل حدثك الصبي فقال نعم. درجته صحيح متنه طلع واحده اي نعم فيها أن حج الفريضة آكد من جهة بسبب الله. وجه ذلك؟ قال له حجت قال حجة من جهة. طيب كيف نستنبط من هذا؟ أن فرض العين مقدم على فرض الكفاية؟ نعم. جيد صحيح. وحديث الآخر قال حجة مع امرأتك.
وفوائد الحديث أيضا فيها وش وجه الدلالة من ذلك؟ حجة واحدة. نعم، لكن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة. نعم، قد يقال أن دخلت العمرة في الحج. نعم. إلى يوم القيامة. نعم. تمتع. تمتع، لكن ما هو التمتع عند الصحابة؟ القران عموم يشمل القران وغيره. قوله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. لما فهم ابن حزم من قول الله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة التمتع الخاص الذي نعرفه الآن والتمتع من الآية، ونزل الآية عليه، قال إن الهدي على القارن غير واجب، لما هو دليل فعلا، ما هو دليل على وجوب الهدي إلا من هذه الآية، على معنى أن التمتع أعم من تمتع الخاص، وأن يشمل القران يشمل غيره، فالآية هي التي دلت على وجوب الهدي، لكن على حمل التمتع على معنييه اللي هو القران والتمتع الذي نفهمه نحن الآن ويسمى التمتع الخاص. أما ابن حزم حين فهم من الآية التمتع الخاص نفى أن يكون على القارن هدي واجب، ولكن مذهبه لا يجب عليه الهدي. فلنأخذ من هذا الحديث أنه لا إنكار من سائر الاستحلال، لأنه قال له هو أقل من أمال أهلت عمر، ما أنكر عليه. لا إنكار مشهورا، كان حتى عمر يكون عليه، كان كل واحد ينكر على الثاني، كان في هذه المسألة بالعكس كانوا ينكرون، ولكن في كيفية تلقي المسألة اجتهاد، ولا أنا أنكر عليه، قال هو أهدى أم بعيره، والرواية الأخرى له أضل من بعيره، ففيه إنكار واضح إنكار، ومع ذلك عمر ما أنكر عليهما لأنهم قد أنكر، فهذا فيه إنكار، لكن تلقي السلف الأوائل للإنكار يختلف تلقى الأواخر. أصبح الآن طريقة الإنكار عند الكثير أسمى تكون طريقة التشفي، يعني الآن ما يصاحب الإنكار هجر وعداوة وبغض تحريض ونحو ذلك، الأوائل لا ما يصاحب إنكارهم هذا، كان واحد ينكر على الآخر وهم حتى في الطريق. هذا ابن عمر وسعد بن وقاص في الحج يحصل بينهم شجار قوي في مسألة المسح على الخفين، فغضب عليه سعد قال سلبك، فلما رجع سأل عمر قال إذا حدثك شيء عن نفسه فصدقه، وكان ضمنها ما كان بينهم أي شيء مما يوجد عند المتأخرين. طريقة الأوائل تقتضي طريقة الأواخر، يتعاملون مع مسألة خلافية وواحد ينكر على الآخر، لكن يبقوا متحابين غير متباغضين ومتنازعين، الآن يحصل تهاجر حتى في المسألة. أخبرنا عنك حدثنا عفان قال حدثنا شعبان بن إسحاق قال سمعت عمر بن ميمون قال صلى بنا عمر بجمع الصابر ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيقون حتى تطلع الشمس، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. درجته صحيح وهو مخرج فيه صحيح. طيب ما فقهه؟ كان مخالف تمشي مقصودة للشارع، لأنهم كانوا لا يفضون حتى تطلع الشمس، فخالف ابن سلم فأفاض قبل أن تطلع الشمس، ففي دلالة على أن مخالفة المشركين غاية مقصودة للشارع. نعم، في فضيلة الدفع من المزدلفة قبل أن تطلع الشمس، إلا إذا زحم اليوم يصعب جدا بزحمة السير، لكن متى ما تقدر الشخص على يدفع مزدلفة قبل أن تطلع الشمس فهذا هو السنة. حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم بن كليب قال أبي حدثت ابن عباس قال وما أعجبك من ذلك؟ كان عمر رضي الله عنه إذا دعا الأشياخ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم دعاني معهم فقال لا تكلم حتى يتكلموا، قال فدعانا ذات يوم أو ذات ليلة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ما قد علمتم فالتمسوها في العشر الأواخر وترا ففي أي الوتر ترونها. درجته حسن. لماذا حسن؟ عاصم بن كليب. نعم، معنى عاصم كليب ثقة برجال مسلم، يعني ممكن يقال عنه بأنه صحيح. نعم، لكن فقهه فيها فضيلة مع عباس رضي الله عنه. نعم، لأنه كان عمر يدخل مع الأشياخ. نعم أفضل عنك حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت. من هو محمد بن جعفر هذا؟ هذا غندر. ما معنى غندر؟ المشاور. المشاور، الرجل المشاور.
شعبة زوج أمه. عفى الله عن قاسمة عصب. لا 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 ذاك مقصود بها السر. عفى الله عن قال سمعت عاصم بن عمرو البجلي يحدث عن رجل من القوم الذين سألوا عمر بن الخطاب فقالوا إنما أتيناك نسألك عن ثلاث: عن صلاة الرجل في بيته تطوعا، وعن الغسل من الجنابة، وعن الرجل ما يصلح له من امرأته إذا كانت حائضا. فقال سحار أنتم، لقد سألتموني عن شيء ما سألني عنه أحد منذ سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: صلاة الرجل في بيته تطوعا نور، فمن شاء نور بيته. وقال: في الغسل من الجنابة يغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يفيض على رأسه ثلاثة. وقال: في الحائض له ما فوق الإزار. درجته ما هو شعلته؟ في رجل مبهم. الرجل مبهم هو بمعنى جهالة أو له حكم آخر الإبهام؟ له حكم آخر. نعم. هل ممكن في حالات يقبل المبهم؟ نعم. ما هي؟ إذا جاء من طريق ثاني مصرح فيه الرجل الذي يحكم. جيد. طيب هل في حالة ثانية ممكن نقبله؟ لو روى عنه ثقة مثلا هل نقبله؟ لا ما نقبل. لو عرف الثقة لا يروي إلا عن ثقات ما نقبله؟ لو كان لم يروي إلا عن ثقات. نعم. لأنه لم يسميه. نعم. طيب لو قال حدثني من أثق به وحدثني الثقة ما يقبل. نعم. العلة أنه قد يكون عنده ثقة وعند غيره عند غيره يكون ضعيفا، ولو كان ثقة لأبرز اسمه. نعم. عفى الله عنك. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي النضر عن أبي سلمة عن ابن عمر أنه قال: رأيت سعد بن أبي وقاص يمسح على خفيه بالعراق حين يتوضأ، فأنكرت ذلك عليه. قال: فلما اجتمعنا عند عمر بن الخطاب قال لي: سل أباك عما أنكرت علي من مسح الخفين. قال: فذكرت ذلك لهم. فقال: إذا حدثك سعد بشيء فلا ترد عليه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. درجة هذا الإسناد ضعيف، لكن متن صحيح، لكن الإسناد هذا ضعيف. من فيه؟ ابن لهيعة. ما هي أقوال العلماء في ابن لهيعة؟ قوله انه يقبل مطلقا. والقول الثاني انه يقبل اذا عن روى عن احد عباد الله. نعم. القول الثالث انه يقبل مطلقا. عفى الله عنك. حتى انا هارون المعروف قال حتى انا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابي النضر عن ابي سلام بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن ابي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مسح على الخفين، وان عبد الله بن عمر سال عمر عن ذلك فقال: نعم، اذا حدثك سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلا تسال عنه غيره. درجته صحيح. كلهم حفاظ. نعم. صحيح. عفى الله عنك. حدثنا عفان قال حدثنا عمام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن سالم بن ابي الجعد القطفاني عن معدان بن ابي طلحه اليعمري ان عمر بن الخطاب قام على المنبر يوم الجمعه فحمد الله واثنى عليه ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر ابا بكر ثم قال: رايت رؤيا لا اراها الا لحضور اجله، رايتك ان ديكا نقر لي نقرتين. قال: وذكر لي انه ديك احمر فقصصتها على أسماء بنت حميس امرأة أبي بكر رضي الله عنهما فقالت: يقتلك رجل من العجم. قال: وإن الناس يأمرونني أن أستخلف، وإن الله لم يكن ليضيع دينه وخلافته التي بعث بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وإن يعجل به أمر فإن الشورى في هؤلاء الستة الذين مات نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فمن بايعتم منهم فاسمعوا له وأطيعوا، وإني أعلم أن أناسا سيطعون في هذا الأمر، أنا قاتلتهم بيدي هذه على الإسلام، أولئك أعداء الله الكفار الضلال، وأيم الله ما أترك فيما عهد إلي ربي فاستغلبني شيئا أهم إلي من الكلالة، وأيم الله ما أغلب لي نبي الله صلى الله عليه وسلم في شيء منذ صحبته أشد ما أغلب لي في شأن الكلالة حتى طعن بإصبعه في صدره وقال: تكفيك آية الصائف التي نزلت فيها في سورة النساء، وإني إن أعش فسأقضي فيها بقضاء يعلمه من يقرأ ومن لا يقرأ، وإني أشهد الله على أمراء الأمصار أني إنما بعثتم ليعلموا الناس دينهم
ويبين لهم سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويرفع إليها ما عمي عليهم. ثم إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين هذا الثوم والبصل. وأيم الله لقد كنت أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم يجد ريحهما من الرجل فيأمر به فيؤخذ بيده فيخرج به من المسجد حتى يؤتى به البقيع فمن أكلهما لابد فليمتهما طبخا. قال فخطب الناس يوم الجمعة وأصيب يوم الأربعاء. درجته صحيح. في فوائد كثيرة. أولا عرف الكلالة. هم رشت عيات الكلالة وكان يريد يقضي قضاء ويعلم كل شخص, مع أن أبا بكر قد سبق إلى القضاء بذلك. أبو بكر قضى وما قضى به أبو بكر فكان هو الصواب اللي تدل عليه الأدلة من الكتاب ومن السنة. وردت روايات طبعا متعددة أن عمر قال لابنة حفصة صلي رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال عمر رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة ما أرى أباك يفهمها. وذلك عمر يقول الله ما أظن يفهمه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. هذا الأسانيد مختلف فيها ساقها كل ابن كثير. لكن ما هي الكلالة التي يمهم أنه يشرت على عمر رضي الله عنه؟ هو الشخص الذي ليس له ولا ابن. نعم, وهذا يدل عليه القرآن في الحقيقة, مع أنه اشكلت على عمر في أن الرجل وإن كان في موضع من العلم والدين ما يلزم يعرف كل شيء. فهذا عمر خفي عليه أمر الكلالة وفهمها ابن عباس, وقبل ابن عباس فهمها أبو بكر الصديق. قد نظم ذلك الشاعر إذ يقول يسألونك عن الكلالة هي انقطاع النسل لا محالة, لا والد يبقى ولا مولود, فانقطع الأبناء والجدود. هذا الكلالة وهذا ظاهر القرآن, من ليس له ولد ولا والد. أما ما كان عمر يقضي به ينفيها القرآن, يبطل القرآن لأنه قد يسألك عن الكلالة. فبالتالي الكلالة واضحة في القرآن, فلو كانت الكلالة يكون له ولد ما كان للأخت شيء في آيات النساء. والله يقول فلها نصف ما ترك ويرثه ولم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين. فهذا صريح بأنه ليس له ولد ولا والد, لأن الأب يسقط الإخوة من ذكور ومن إناث, والابن يسقط الأخوة من ذكور ومن إناث. فحين ترث في هذه الآية البنت الأخت النصف وترث الاثنتان الثلثين, واضح أنه ما هناك والد ولا ولد, وأن هذه هي الكلالة من ليس له والد ولا ولد. نعم. أفضل عن حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال خرجت أنا والزبير والمقداد بن الأسود إلى أموالنا بخيبر نتعاهدها, فلما قدمنا تفرقنا في أموالنا. قال فعودي علي تحت الليل وأنا نائم على فراشي ففدعت يداي من مرفقي, فلما أصبحت استصرخ علي صاحبي فأتياني فسألاني عما صنع هذا بك, قلت لا أدري. قال فأصلح من يدي ثم قدموا بي على عمر فقال هذا عمر يهود. ثم قام في الناس خطيبا فقال أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أن نخرجهم إذا شئنا, وقد عادوا على عبد الله بن عمر ففدعوا يديه كما بلغكم ما عدوتهم على الأنصاري قبله, لا نشك أنهم أصحابهم ليس لنا هناك عدو غيرهم. فلما كف من كان له مال بخيبر فليلحق به فإني مخرج يهود فأخرجهم. درجته صحيح. فقه في عداوة اليهود للمسلمين. نعم, في عداوة اليهود للمسلمين وفي اخرج اليهود من جزيرة العرب. يوجب اخراج اليهود النصارى من جزيرة العرب. عفى الله عنك حتى انا حسن. فقال ايضا اولم تسمعوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا راح احدكم من الجمعة فليغتسل. درجته صحيح. ما فائدة فوائده؟ حجة لمن قال بوجوب غسل. نعم, في هذا الحديث في حجة لمن قال بوجوب غسل الجمعة, والجمهور على خلاف هذا. من فوائد الحديث صحيح في قطع الخطبة للتعليم وقطع الخطبة لإنكار
المنكر. طيب في أدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ رجل جاء وجلس وهو مستنيق اللي قال يا رسول الله قتل أنفس جاء العيال متفق عليه في حديث أنس. نعم. وأيضا حديث قصة حديث جابر في قصة سليك الغطفاني. هذا نعم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن لبوس الحرير وقال إلا هكذا وفعلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعائه. درجته؟ صحيح. هذا اللفظ من رواه غير البخاري ومسلم. لكن لفظ البخاري ليس في هذا. إذا لفظ مسلم. لكن على كل عرضنا فوائده. المخالفة المقصودة للشارع. هذه فائدة أولى. المقصودة الثانية وصية الأمير لرعيته أن يتفقدهم يوصيهم يكاتبهم. فائدة الثالثة النهي عن لبس الحرير. فائدة الرابعة خطر الانهماك في التنعم. نعم خطر الانهماك في التنعم. خطر الانهماك في التنعم. فائدة أخرى فوائد أخرى. جيد وقال لكن هذه فائدة أخرى ولا يعني مقصود للإشارة يعني. طيب وفائدة أخرى حذر من زي أهل الشرك. حذر من زي أهل الشرك لأن قال عمر وياكم وزي أهل الشرك وأن في اللباس تشبه بالكفار تحدثنا أيضا بالأمس. نعم الظاهر يؤثر على الباطن لما لبس لباس أهل الشرك فيؤثر على الباطن فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وأيضا هنا قال عمر طبعا هذا عن عمر ثم بعد ذلك قال فالنسبة الزنا عن الحرير ولا أول إياكم والتنعم. لماذا نهى عمر عن التنعم؟ سبب موضوع الانشغال عن الإقبال على الله عز وجل بالأمور التنعم. نعم طبعا في هذا الآن نهى عمر عن التنعم ما بيش المناسب بين هذا وهذا وفي أرض في هذا الآن هم بدري بجان هذا يشغل الإنسان على المهمة الأساسية التي هم ذهبوا من أجلها. نعم. فيؤدي إلى الركون إلى الدنيا. ولذلك في حديث ثوبان المختلف في صحته ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك من يمكن يعرف الحديث تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال من قل نحن يوم ذلك قال لا أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله من قلوبكم هذا ولا يقذفن الله في قلوبكم الله. قال يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت. فمتى ما وجد هذا المرض وهو حب الدنيا فإنه سيكره الموت قطعا وحينئذ سيؤدي ذلك إلى ترك ما أمر الله جل وعلا بفعله وأدائه. بالنسبة لضابط التشبه الآن كل ما كان من خصائص وما يعرف به الكفار فإن يبقى التشابه ولو فعله المسلمون. قول من قال إذا انتشر صحيح إذا انتشر إذا لم يكن من خصائصهم هذا قول مالك شرطا لا يكون من خصائصهم. أما إذا كان من خصائص صار التشريع بأيدي الناس يعني إذا أراد الناس أن يفعلوا شيئا فعلوا صار حلالا. ونحن نعرف أن اليوم بعض أبناء المسلمين ما يبالي يفعل ولا يبالي معنى هذا سيجرنا إلى أن نكون نسخة وصورة من لباس الكفرة. تعرف اليوم لا يبالون ربما قبل يذهب إلى الديار وفي المطار يلبس الجنز والكرافتة وما أدرك ما ذاك يقول يعني حلال يعني صار الدين بيده ومر نحن مربوطون به ولا يصح القول بأن يكون الإثم عليه ومن غيره ليس إثما على هذا غير صحيح لأننا نعرف أن المشابه في الظاهر تورث المودة في الباطن والمشابه في الظاهر واضح على دين المسلمين وعلى عقائدهم وعلى سلوكهم ولا يتشبه مسلم بالكفار إلا هذا دليل على الانهزامية. والله جل وعلا ولله العزة ولرسوله الانهزامية ليست للمسلمين. الإسلام يعلو ولا يعلى. حدثنا حسن قال حدثنا ابن أيا قال حدثنا أبو الأسود أنه سمع محمد بن عبد الرحمن بن لكيبة يحدث عن أبي سنان الدولي أنه أرسل إلى عمر بن
الخطاب وعنده نفر أنه دخل على عمر بن الخطاب وعنده نفر من المهاجرين الأولين، فأرسل عمر إلى سبة نتي به من قلعة من العراق، فكان فيه خاتم فأخذه بعض بنيه فأدخله في فيه، فانتزعه عمر منه، ثم بكى عمر رضي الله عنه، فقال له: من عنده لم تبكي وقد فتح الله لك وأظهر لك وأظهرك على عدوك وأقر عيناك؟ فقال رسول فقال عمر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تفتح الدنيا على أحد إلا ألقى الله عز وجل بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وأنا أشفق من ذلك. درجته؟ ما هما؟ الولاية بن الولاية الثانية محمد بن رحمان بن لبيرة. ضعيف ولا منقطع؟ ضعيف. ولا في علة ثالثة؟ كله متصل. أفهمك حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يصنع أحدنا إذا هو أجنب ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتوضأ وضوءه للصلاة ثم لينام. نعم. عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف ينام يا رسول الله أحدنا وهو جنب؟ قال: يتوضأ وضوءه للصلاة. ما يفهم فوائد الحديث؟ أولا فيه السؤال عن كل ما دق وعظم من أمر المسلم أمام عظيم أو معظم، فهو ليس هذا دخلا في الحياة. هذه ثانية. لأن من كان جنبا وأراد أن ينام يتوضأ وضوءه للصلاة. لأن من كان جنبا وأراد يتوضأ وضوءه، هل هذا على وجه الإجابة أو على وجه الاستحباب؟ أجب. ما دليل على الاستحباب؟ نعم. طيب ورث الطرق الحديث أرقد يرسل أحد وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. لأنهم ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى السؤال. نعم. الأمر عن سؤال لا يفيد الوجوب، هذا صحيح، لكن المالكية يرون العجيب أن الأمر إذا كان عن سؤال يفيد الوجوب، كما قال في المرافق: وبعد سؤل قد أتى للأصل أو يقتضي إباحة للأغلى. لكن الصحيح أن الأمر عن سؤال لا يفيد الوجوب. وفائدة الحديث أيضا، فائدة الحديث في أن الوضوء يخفف الجنابة، وإن كان لا يرفع ولكن يبقى. لكن لو قدر أنه توضأ الآن وآخر الليل مثلا ما أحدث، في آخر الليل ما أحدث، هل يجب يعيد الوضوء مرة ثانية؟ لا، ما يجيب أكيد. طيب شو يعني هذا؟ شو يعني هذا؟ يعني حتى أن الملائكة تحضر. لا جيد، لكن التأخير والفترة الطويلة هذه، يغتسل مثلا الساعة الثامنة ليلا، يتوضأ الثامنة ليلا وبقي ما أحدث، ثم اغتسل الساعة الواحدة ليلا، ماذا يعني هذا؟ عدم اشتراط الموالاة في الغسل، أنه ما يشترط في هذا الموالاة. على هذا لو أنه غسل ما لم يصبه في الوضوء أجزاء ذلك وصح ذلك منه، حتى لو أحدث، حتى لو أحدث وغسل ما لم يصبه الوضوء يكون قد تطهر من الجنابة، لكن بقي عليه الوضوء لو أراد صلاة أو ما يشترط له الوضوء. طيب لك أنه الأرواح تسلم العرش لذلك أنه الجنة يتوضأ، ورد أثار هذا لكن ما صح، لكن أثار. نعم. أحلى تخفيف هنا شيء، الحدث الأكبر بالوضوء، هل صح تخفيف الحدث الأصغر بالتيمم؟ ورد نعم حديث، لكنه في صحة نظر، صح كثير من متأخرين، لكن في صحة نظر حديث عائشة رضي الله عنها عند البيهقي طبعا الحديث، أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد ينام وهو جنب وكسل عن الغسل تيمم، تيمم، لكن هذا معلول الخبر. أخبرناك حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي بن إسحاق عن ذرعان قال حدثني زهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عمرو بن مسعود عن عبد الله بن عباس قال: سمعت عمر الخطاب يقول: لما توفي عبد الله بن عبيد دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه فقام إلي، فلما وقف عليه يريد الصلاة تحولت حتى قمت في صدرها، فقلت: يا رسول الله، على عدو الله عبد الله بن أبي القائل يوم كذا وكذا يحدد أياما؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم حتى إذا أكثرت عليه
قال أخر عني يا عمر، إني خيرت فاخترت قد قيل. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. لو أعلم أني إن زدت على 70 غفر له لزدت. قال ثم صلى عليه ومشى معه فقام على قبري حتى فرغ منه. قال فعجب لي وجراتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله أعلم. قال فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله عز وجل. درجته صحيح. من فوائد الحديث اللي بعده، نعم، من أن لا يجوز الصلاة على أهل الردة وأهل النفاق، هذا محرم، لأن الصلاة دعاء واستغفار. والله جل وعلا يقول: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فهذا الحديث شفقة أن يسلم ورحمته بالناس ما لم يرد في ذلك نهي أو يرتكب حراما. نعم، حلم النبي صلى الله عليه وسلم على المخالفين. ذكر مساوي الميت أنه لا بأس بذكر مساوي أهل النفاق ليحذروا، فإن عمر كان يذكر مساوي هذا المنافق ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وفي فضيلة عمر رضي الله عنه وغيرته الوقوف على قبر المسلم، هذا جيد على ما كان عليه من قبل. صحيح، موافقة القرآن، نزول القرآن على ما كان يراه عمر رضي الله عنه. مراجعة المفضول للفاضل أو المتعلم للعالم، فإن عمر كان يراجع عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر على مثل هذا. قال: كان عبد الله بن عمر يقول: إذا لم يكن للرجل إلا ثوب واحد فليتزل به ثم يصلي. فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول ذلك، ويقول: لا تلتحفوا بالثوب إذا كان وحده كما تفعل اليهود. قال نافع: ولو قلت لك إنه أسند ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجوت أن لا أكون كذبت. درجته حسن. نعم. لماذا قلت حسن وقلت صحيح؟ ممكن يقال تقدم من الحديث نوعان: صحيح مقبول وغير مقبول. المقبول هو الصحيح، والصحيح مراتب. طبعا من شيخ قليل نفس الإسلام يعني فيه إسحاق، قال صحيح. لماذا لا يقال يعني هو أصرح بالتحديد؟ لماذا لا يقال حديث إسحاق صحيح إلى صباح؟ هو هذا الصواب، إنه صحيح ولو لم يصرح بالتحديد أيضا لا يؤثر. وأيضا الصواب من الحديث قسمان: مقبول وغير مقبول، والمقبول الصحيح، والصحيح مراتب. ليس بلازم أن نصطلع على لفظ حسن، على الصحيح الحسن ليس بلازم. إطلاق الصحيح على المقبول هو الأفضل. إذا نعيد مناهج الأوائل، خلاص مقبول وغير مقبول، والمقبول والصحيح، والصحيح مراتب. ما يلزم نقول أدنى مراتب الصحيح حسن، نقول الصحيح أصلا مراتب، حتى الصحيح نفسه مراتب. ما هما؟ ولما عمل أبو إسماعيل أنشر محوشة مختلف فيه، لكن الصواب فيه أنه يضطر في الأحاديث، وهذا واضح لمن درس حديثه. أف الله عنك. حتى أنا أسود بن عامر قال: أخبرنا جعفر يعني الأحمر عن مطرف عن الحكم المجاهد قال: حذف رجل ابن له بسيف فقتل فرفع إلى عمر فقال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد الوالد من ولدي لقتلتك قبل أن تبرح. درجته بين من؟ نعم، كل الحديث الواردة لا يقال وارد بوارد فيها اضطراب، ما أعلم شيئا ثابتا في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل الحديث الواردة فيها اضطراب. نعم. العمل عليه عند الجمهور خلافا لمالك رحمه الله. مالك تفصل في المسألة. مالك يقول مثلا: لو ذبح بسكين، أتى بسكين وأضجع الأرض وذبحه، هذا يقاد به. ما يقول مالك، لكن لو ضرب بالسيف مالك يقول ما يقاد به. لماذا؟ لأن يعني المالك يشترط في القتل الموجب للقواد شرطين: العمد والقصد. ويرى أن الضرب بالسيف ليس من
القصد إلى القتل، لكن السكين يقول في قصد للقتل. نعم. الجمهور نعم ما يرون القتل. نعم أبو حنيفة والشافعي وأحمد يرون أنه لا يقتل الوارد بولده. نعم. حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا زهير عن سليمان الأعمش عن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر نظر إلى الحجر فقال أما والله لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك ثم قبلا. درجته صحيح. فوائده اتباع الثانية قوة التمسك عمر السنة. والثالثة تقبيل الحجر الأسود. الرابعة تنبيه على أمر التوحيد. تنبيه على أمر التوحيد من أهم المهمات هذه المسألة، أنه الاتباع أيضا. نعم. لا يبلغ شيء يقبل من الجمادات غير الحجر الأسود، التمسك بالجدران قبل المقابل. نعم. أيضا حتى الركن اليماني إنما فقط يستلم استلاما ولا يقبل. بعض الناس إذا مر عند الركن اليماني ما استطاع يستلمه أشار إليه، هذا لا دليل عليه. الركن اليماني تستلم استلاما فقط إذا قدرت، ما قدرت خلاص ما في سنة أخرى. نعم. فضل عنك حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سعد بن يزيد بن أخت نمهر أن حويط بن عبد العزى أخبر أن عبد الله بن سعدي أخبر أنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته فقال له عمر ولم أحدث أنك تري من أعمال الناس أعمالا فإذا أعطيت العمالة كرهتها؟ فقال فقلت بلى. فقال عمر فما تريد إلى ذلك؟ قال قلت إن لي أفراسا وأعبد وأنا بخير وأريد أن تكون أعمالك صدقة على المسلمين. فقال عمر فلا تفعل فإني قد كنت أردت داء الذي أردت فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي العطاء فأقول أعطني أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطني أفقر إليه مني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ وتموله وتصدق به فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشر ولا سائم فخذ وما لا فلا تتبعه نفسك. سناده صحيح. فقهه والله عنك أن الإنسان إذا جاءه مال من غير مسألة واستشراف يأخذه، لكن لو جاء زكاة من غير مسألة، شخص غني جاء زكاة من غير مسألة هل يأخذه؟ لا يأخذه، إنما يأخذ ما كان من غير الزكوات. أما ما كان من الزكوات فلذلك يجرنا إلى مسألة فقهية مهمة وهي حادثة الآن والناس يسألون عنها دائما. شخص أعلم أن الرجل أنه مثلا محتاج أو فقير وأنا أعطيها الزكاة دون أن أخبره، فهذا في تفصيل ليس على إطلاقه. إذا كنت تعلم أنه يأخذ الزكاة فحين تعطيه دون أن تخبره بلا شك، كما قال لما يبكته، لما يعني يحرجه ويحزنه ويظهر بمظهر الضعيف. وأما إذا كنت ما أعلم أنه يأخذ الزكاة فلا بد أن أخبره، لأنه قد يكون متعففا عن الزكاة، لا بد أن أستبطن أمره لأنه قد يريد الزكاة، لو علم الزكاة ما قبلها. نعم. لو كان فقيرا، بعض الفقراء متعفف ما يريد الزكاة. نعم يقول ان اصحاب يمنون. نعم لكن احنا ما كان ياخذ، يقول لهم يمنون فلا ياخذ، يتورع عن ذلك ويقول انهم كانوا يلبسون احمد السلطان. الامام احمد رحمه ما كان ياخذ شيئا ممن يعمل عند السلطان، يقول هذه اموال مشتبهه، كان احمد لا يقبلها. حتى ابناءه حين كانوا ياخذون من السلطان كان يرفض اي طعام وقد اوقد على نار من نارهم. الشبهه حفظك الله ولا المنه؟ نعم الشبهه او المنه؟ الامام احمد كان بعض للشبهه وبعض للمنه، بعض مال ابنائه ليس للمنه، ما كان في منه، كان للشبهه. وبعض الاخرين كان يقول هو المقال الامام احمد هو اللي قال مقاله مشهوره هدايا السلطان احبني هدايا الاخوان، قص انه يمنون، مع ذلك ما كان يقول السلطان اصلا بس يقول هؤلاء يمنون وهو اللي يقول هذه المقولة للإمام أحمد رحمه الله تعالى. في تحريم المسألة فيه؟ نعم في تحريم المسألة. إيه نعم في تحريم المسألة إلا لحاجة، لكن إذا سأل الرجل ذا سلطان فهذا جائز مطلقا لحديث الآخر إلا يسأل الرجل ذا
سلطان. نعم. فلان حد أنسك ابن نافع البهائي قال حدثنا صالح عن الزهري قال حدثني ربيعة بن دراج أن علي بن أبي طالب سبح بعد العصر ركعتين في طريق مكة فرآه عمر فتغيظ عليه ثم قال أما والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. درجته؟ ما هما؟ صالح بن الأخطر. نعم. صالح بن الأخطر. الثاني الزهري اكتب في سماع ربيعة. صلى الله عليه وسلم. طيب فقه الحديث لو صح. نهي عن الصلاة بعد العصر. لكن ثبت عن علي في أدلة أخرى أنه كان يصلي بعد العصر. لأن علي رضي الله عنه من يرى أن النهي يبتدي من اصفرار الشمس. وقد روى هذا هو عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود بسند قوي. هو يا طبعا اللي ما يرونك الجمهور يحتجون بحديث عائشة عند أبي داود كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصليهم وينهى عنهما، لكن أتفرد بابن إسحاق في صحة نظر لكم يصححونه، لكن في صحة نظر. والآخرون يقول له الحديث عالي نهى الرسول عن الصلاة بعد العصر ما لم تصفر الشمس، فذلك من عند الصرار. حتى عمر ورد عن سيد الصحيحة أنه يقول لولا أن يصلون إلى الغروب ما نهيتم عن ذلك. فالله حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثنا على ابن عبد الرحمن بن يعقوب الرجل من قريش من بني سلمة الرجل منهم قال له ماجدا قال أرمت غلاما بمكة فعض أذني فقطع منها أو عضت أذنه فقطعت منها فلما قدم علينا أبو بكر رضي الله عنه حاجا رفعنا إليه قال انطلقوا بهما إلى عمر الخطاب فإن كان الجارح بلغ أن يقتص منه فليقتص قال فلما انتهي بنا إلى عمر نظر إلينا فقال نعم قد بلغ هذا يقتص منه ادعوا لي حجاما فلما ذكر الحجام قال ما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد أعطيت خالتي غلاما وأنا أرجو أن يبارك الله لها فيه وقد نهيتها أن تجعله حجاما أو قصابا أو صائغا. درجته؟ ضعيف. كم علة فيه؟ في ما هما؟ رجل من قريش. نعم. رجل من خبر معلول. فقه ولو صح؟ طبعاً أن القصاص يكون من البالغ. ما دون البلوغ ما فيه قصاص. لكن هل تجب الكف بمعنى الصبي قتل ولم يبلغ؟ هنا قلنا ما في قصاص واضح هذا أدلة كثيرة. لكن الدية هل تجب ولا ما تجب؟ تجب الدية؟ نعم تجب الدية. نعم لأن هذا من باب حقوق العباد ما تسقط حقوق العباد كما نصب لو أتلف شيئا للآخرين فإن نضمنه لكن الضمان على من؟ نعم على العاقل أقوال كثير قلت الحين هذا يقول عليه هذا يقول على الولي هذا يقول على العاقل إذن هذا ثلاث أقوال إذا كان له مال من ماله إذا كان له مال مطلقا أو نفصل بين ما يتلف وبين ما يقتل وقتل نعم جيد. طيب لو حين كبير الرجل كبير قتل أيس الدية على العاقلة؟ طيب شو الفرق بين الكبير والصغير؟ لا في من فرق بين المتلفات شخص مثلا جاء عند سيارة شخص و حطم سيارته فهذا نأخذ إن كان له من مال من ماله إنما العاقل تتحمل عنه أمر القتل أو قتل نكون هذا على العاقلة. فلان حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا ابن عبد الرحمن الرجل من بني سلمة ابن ماجد السامي أنه قال حج علينا أبو بكر في خلافته فذكر الحديث. درجته؟ نعم. طيب ما علته؟ يا رجل امك. نعم. عفى الله عنك حدثنا عبيرة بن حميد عن داود بن ابي هند عن ابي نضرة عن ابي سعيد قال خطب عمر الناس فقال ان الله عز وجل رخص لنبيه ما شاء وان نبي الله صلى الله عليه وسلم قد مضى لسبيله فاتموا الحج والعمرة كما امركم الله عز وجل وحصنوا فروج هذه النساء. درجته؟ صحيح. ولدل أن عمر يذهب إلى إتمام الحج والعمرة. ماذا نستفيد من فقه الحديث؟ القران
طيب عمر كان يفرد، ماذا نقول في هذا؟ الناس يعني ما كان ينهى إذن لذات الحكم. هل يفسره ابن عمر لما قال إن والدك أنا؟ قال أبي لم يكن ينهى، قال أنا أعلم بوالدي منك. فلما حين أبى الرجل قال سنة عمر تقدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا يؤكد أن والثار طبعا كثيرة عن عمر في هذا، مر علينا شيء من هذا وسيمر علينا أن عمر ما كان ينهى عن ذلك، أن هذا لذات الأمر أنه محرم لذاته. نعم. عفى الله عنك، حدثنا عبيد بن حمير قال حدثني عبيد الله بن عمر ان بعض الشيعه يطعنون في هذا الامر لاجل عمر امر بعدم التمثل الافراد، فيقال لهم جاء مثلا هذا اصلا عمر من باب السياسه الشرعيه لها حتى الناس ما يحترون البيت. صحيح، وإذا أصل دولة لا خطاب معهم هؤلاء، لا بس بعضهم تلطف الشبه شيئا يعني خطاب مع السنة، ولا هذا أصلا ليست قضية أن عمر نهى عن المتعة أو نهى عن كذا، هذا أصلا يكفر عمر وما يرى مسلم أصلا، هذا يناقش عن الأصل. الروافض ما يناقشون عن مسألة الفروع المتعة أصلا في الحج أو متعة النكاح أو مسائل حقوق على البيت ونحن ذلك، يناقش الروافض عن الأصول، خلاف بيننا وبينهم في الأصول ليست في الجزئيات ومسائل جزئية. نحن نؤمن بالقرآن، هم ما يؤمنون بالقرآن. نحن نوحد الله نفرد بالعبادة، هم يشركون بالله جل وعلا. نحن نتولى جميع الصحابة، هم يكفرون المهاجرين والأنصار، يكفرون المهاجرين ويكفر أبو بكر وعمر وعثمان وعامة المهاجرين والأنصار. فخلاف بيننا وبين الرافضة في الأصول ليست الجزئيات، لذلك ما الخطر الكبير الذي يقول أننا نناشد إخواننا وأي أخوة بيننا وبينهم، هؤلاء أعداؤنا. بعضهم شكل كنا يقولون ودي أرتاح، يقولون ودي أتسلى، آخر مواقف من عمر ودي تشفين من هالشبهة. ما في مانع، هذا كان مواقف محددة. الله يليك سر، أجاب ذكر الفرقة يعني المخالفة يعني السنة في كتب السنة مثلا كتب الأصول يذكرون آراء المعتزلة، هل هم يقول الآن هم يذكرون للتنبيه عليها؟ أما العامة ما يحتاجون، هذا طالب العلم الحمد لله. عندنا شيعة في نجران يقرون نعم القرآن عادي عندهم يقرونه والصلوات يصلونها. بس عندهم بعض... عندكم إسماعيلية بس عندهم بعض الجزئيات يعني قليلة تحسنها ما في عندهم، عندكم هناك باطنية إسماعيلية في نجران باطنية، هم أكثر خلق الله هؤلاء عندهم تناسخ الأرواح، يقولون متناسخ الأرواح حتى الواحد لما تروح ممكن يروح الكلب والخنزير. نعم العوام مثل مسألة أخرى، تكفير العوام تكفير العوام، نتكلم على الفرقة الأخ يقول عندنا شيء بسيطة، لا هؤلاء باطنية موجودين في نجران باطنية، إسماعيلية باطنية كلهم، المكارم هؤلاء كلهم باطنية، مكارم في نجران كلهم باطنية. أبي ما أحد أنا عارفه وجلست معهم وناقشناهم وذهبت إليهم هناك أيضا وذهبت إلى يدمه أيضا، لست لا يخفي علي أمرهم أعرفهم، هؤلاء باطنية كلهم باطنية لكنهم يظهروا ويخفون على طريقة الرافضة. لكن نعم حكم مناقشاتنا لهم ونحو ذلك أنهم بعضهم جاهل بمذهب صحيح، لكن عموما كله معتزلة العجيب كله معتزلة. نعم تعايشنا معهم إحنا عاد يبقى هناك التوجيه مطلوب، وكان في أخوة هناك لهم جهود طيبة معهم وعمل كبير في مناصحتهم، بعد ذلك تغيرت الأوضاع، لكن عموما توجيههم ودعوتهم هذا أمر مطلوب، يعني ما يتركون على ما هم عليه. نحن لابد يكون لنا دور في إصلاح الآخرين، لا نجد فقط ننظر أو نصدر الأحكام في فلان وعلان ونتفرج على الوضع، هذا ليس لم يكن هذا الطريق الأنبياء والمرسلين، كان الطريق الأنبياء والمرسلين هو التوجيه والتوعية والمناظرة ونحن ذلك، كما أن ناظر نصارى نجران وأراد أن يباهلهم فطلبوا المهلة ثم رفضوا المباهلة، فلابد من المناظرات، لابد من القيامة بحجة عليهم أكثر وأكثر، ليس لعدم استر الحكم عليهم إنما لدعوتهم لعل الله جل وعلا أن يهديهم. حدثنا عبيد بن حميد قال حدثني عبيد الله بن عمر أن كان ابن عمر عن عمر بن الخطاب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقد الرجل إذا أذنب؟ قال نعم إذا توضأ. عفى الله عنك، حدثنا أخذنا حديث مرة علينا الحديث ولا درجته صحيح. عفى الله عنك، حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا المبارك قال حدثنا معمر عن الزهري عن ربيع بن دراج ان علي رضي الله عنه صلى بعد العصر ركعتين فتغيظ عليه عمر وقال ما علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عنها. درجته قطع قطع هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان اسلم فوجدته قد سبقني الى المسجد فقمت خلفه فاستفتح سوره الحاقه
فجعلت أعجب من تأليف القرآن. قال فقلت هذا والله شاعر كما قالت قريش. قال فقرأ إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. قال قلت كاهن. قال ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه وجه فما منكم من أحد عن حاجزين إلى آخر السورة. قال فوقع الإسلام في قلبي كل موقع. درجته؟ صلاح بن عبيد لم يدري عمر. طيب هذا المعنى واضح؟ واضح نعم. أف الله حدانا أبو رعب المغيرة وعسام بن خالد. قال حدانا صفوان عن شراح بن عبيد وراشد بن ساعد. وغيرهما قالوا لما بلغ عمر الخطاب سرقة حدد أن بالشام وباء شديد. قال بلغني أن شدة الوباء في الشام. فقلت إن أدركني أجلي وأبو عبيد بن الجراح حي استخلفته. فإن سألني الله لمسجد ما استخلفته على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قلت إني سمعت رسولك صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل نبي أمينا وأمين يا أبو عبيد بن الجراح. فأنكر القوم ذلك وقالوا ما بال عليه قريش يعنون بني فهر. ثم قال فإن أدركني أجلي وقد توفي أبو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل. فإن سألني ربي عز وجل لما استخلفته قلت سمعت رسولك صلى الله عليه وسلم يقول إنه يحشر يوم القيامة بين يدي العلماء بالنبلة. يعني رتوة خطبة درجته؟ ما وجه ضعفه؟ ولم يذكر قال وآخرين لم يذكر هؤلاء سماعا من عمر. هذا انقطاع واضح. نعم. أف الله عنك حدانا أبو المغيرة. قال حدانا ابن عياش. قال حدانا الأوزاعي وغيره عن الزهري عن سعيد بن مصيب عن عمر. قال ولد لأخي أم سلمة. زوج النبي صلى الله عليه وسلم غلام فسموه الوليد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سميتموه بأسماء فراعنتكم ليكون النبي هذه الأمة رجل يقال له الوليد لهو شر على هذه الأمة من فرعون لقومه. درجته؟ نعم. سوى بعده؟ نعم. يعني هذا علة في الحديث ظاهر. إذا ظاهر الإسناد عندنا هنا ما هو؟ الصحة. الزهري عن سعيد المسيب عن عمر. وسعيد سمع من عمر كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إذا لم يكن سعيد سمع من عمر فمن يسمع؟ ولكن الحديث علة فقد رواه الجمع مرسلا ولم يذكر فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. ولا يصح في الباب شيء، لا يصح في النهي عن التسمي بالوليد حديث. كل الحديث الواردة في ذلك معلولة. نعم. أفلمعك حدانا أباس. قال حدانا أبان عن قتادة عن أبي العالي عن عباس. قال شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر وأرضاهم عندي عمر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. نعم هذا متفق على صحته. نعم. طيب هذا حي في فائدة سندية نريدها، ما هي؟ شرت لي قبل في أول الدرس كنت حاضرة معنا. نعم. لا لا يعني عباس لا. قتادة. هو أربعة حديث هذا مما سمع قتادة من أبي العالية. نعم. مميزات المسند القراءة في المسند إنك تقرأ تتنقل من علم العلم الفائدة الفائدة. هذه من قراءة فوائد قراءة كتب أهل الحديث. ترى في الفضائل ثم تنتقل للأحكام ثم تنتقل للعقائد ثم تنتقل للأدب والأخلاق. هذا من فوائد القراءة مثل مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. موسوعة كاملة أكثر من 30,000 حديث تمر عليها عن النبي صلى الله عليه وسلم تستفيد الفوائد تعرف درجات الأحاديث تمر على العلم كله لأنه لم يفوت الإمام أحمد إلا القليل من أحاديث الصحيحين. حديث سيرة جدا. نعم نعم حديث تذكر وأيضا كرر أيضا أكثر من الإسناد. نعم.
عفى الله عنك. حدثنا ابو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثنا عبد الرحمن بن جبل بن نفائل عن الحارث بن معاوية الكندي انه ركب الى عمر بن الخطاب يسأل عن ثلاث خلال قال فقدم المدينة فسأل عمر ما أقدمك؟ قال ليسألك عن ثلاث خصال قال وما هن؟ قال ربما كنت انا والمرأة في بناء ضيق فتحضر الصلاة فإن صليت انا وهي كانت بحذائي وإن صلت خلفي خرجت معي من البناء. فقال عمر تستر بينك وبينها بثوب ثم تصلي بحذائك إن شئت. وعن الركعتين بعد العصر فقال نهاني عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعن القصص فإنهم أرادوني على القصص. فقال ما شئت كأنه كره أن يمنعها. قال إنما أردت أن أنتهي إلى قولك. قال أخشى عليك أن تقص وترتفع عليهم في نفسك ثم تقص فترتفع حتى يخيل إليك أنك فوقهم بمنزلة الثريا فيضعك الله تحت أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك درجته. صحيح. طيب فقه لا قبل ذلك الرحلة للطلب العلم غير الفوائد عطف فقه. السؤال عما يشكل. السؤال عما يشكل قصة المرأة. أن المرأة ما تصلي جنب زوجها كما قال ابن سعود أخرهن حيث أخرهم الله. وهذا هو واقع عمل النساء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حديث أنس في الصحيحين قال والعجوز خلفنا. وكذلك كناحية عملية كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل النساء وراء الرجال وهذا واضح. طيب إذا ضاق المكان تصلي كيف تصلي؟ إذا ضاق المكان الرجل وزوجته ما في مكان ما تبين تصل خلفه تصلي خارجة نعم قل يا أخي يصلي إحنا عندنا فاتت في الصلاة. طيب يصلي ما يصلي خارجة البيت بينه وبين هذا الستر. نعم. هل يلزم الستر هذا؟ ما يلزم الستر. أنا الحديث يعني استحبابا يعني من عمر اجتهاد لكن ما يلزم الستر. إذا كانت زوجته ما يلزم الستر أمه. لكن عن فين ما يمسها طبعا أنه يصلي. نعم. فلاك حدانا بشر بن شعب بن أبي حمزة قال حداني أبي عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر أخبر أن عمر الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر والله ما أحلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ولا تكلمت بها ذاكرا ولا آثرا. ترجته صحيح. صحيح. طيب فقه نهي عن الحلف بغير الله جل وعلا. طيب ما حكم الحلف بغير الله؟ اي نعم في بعض المعاصرين يمكن يكون الحلف شرك يقول محرم بس ما نقول شرك بناء على تضعيف حديث ابن عمر من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك بناء على هذا معلول. لكن في ادله ترد على هذا القول. ما هي ادله في الصحيحين اصلا؟ بس القضية محصورة على ضعيف هذا الخبر لأنه بعض لما ضعف هذا الخبر قد نقول حرام ما نقول بأنه شرك وهذا غلط محض. حلف بغير الله شرك لا شك فيه حتى لو لم يرد في حديث حيث المعنى شرك. شرك بالله جل وعلا حلف بغير الله تشرك بالله لكن في حديث على أنه شرك. ما هو الصحيحين لا هذا ما يدعى يدعى التحريم ما في إشكال صلاة التحريم هذا هو ما ينازع في التحريم لما يقول ليس في شرك لأن حديث ابن عمر ضعيف معلول سبقتها بينا علة الإرسال والشذوذ لكن فيها حديث الصحيحين حديث على أنه شرك. صحيح ما فيك ما أحد يحفظ الصحيحين مشهور حديث صحيحين على أنه حلف بغير شرك. حديث من الحلف بغير الله لا هو هذا عند الترمذي هذا الحديث عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر وأنه ورى بينا علة أنه الإرسال والشذوذ وأنه الصحيحين هذا الحديث ليس في هذا اللفظ. حديث من حلف بالله والعزة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فليقول لا إله إلا الله. ماذا يعني؟ يعني أنه أشرك ولا لماذا يقول لا إله إلا الله؟ يعني أنه أشرك ولا لماذا يقول لا إله إلا الله؟ فهذا متفق عليه وهذا دليل أن الحلف بغير الله شرك. حلف بغير الله شرك. طيب في أدلة أخرى بحيث المعنى أن هذا شرك. حديث سعد صريح لكنه طبعا
ما دار على يونس بن أبي إسحاق وبعض الأشياء اللي قد يكون فيها ضعف يسير، لكنه صريح. نعم، هو عند الإمام أحمد سيمر بنا إن شاء الله حين حلف باللات والعزى، وقال بعض الصحابة كفرت، قال ما كفرت والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى نفسه فقال قل لا إله إلا الله، قال لا، قال قل لا إله إلا الله، فأمر يقول أيضا ثلاثا، ثم أمر يدفع عن يساري ثلاثا، ثم أمر يستعيذ بالله جل وعلا من ذلك ويتوب إلى الله، فهذا دليل أيضا على أنه شرك بحيث المعنى، ليس شرك بحيث المعنى. نعم نعم، هذا أيضا حديث صريح في المسألة، لكن هذا الحديث فيه انقطاع لأنه مضى السعيد اليسار في انقطاع قتيلة. ما الدليل على أنه شرك أصغر؟ الدليل هو التفصيل، ما نقول أنه شرك أصغر مطلق، أنا أصف أنه شرك أصغر، لكن قد يكون شركا أكبر إذا اقترن به التعظيم. ما الدليل على أنه شرك أصغر؟ ما الدليل ولا بجهة المعنى؟ لا، هو من جهة المعنى، من جهة المعنى أشياء كثيرة طبعا من جهة المعنى، لكن لو جعلنا شركا أكبر لكان أقول الإنسان حتى لعمري، لعمري، لأن بعضهم يقصد يقول وأبي مثلا، يقول كان المفروض يجدد اسلامه، فعلا لم يجدد اسلامهم الا ما وقع في شرك، كان وقع في شرك الاصغر. لكن يبقى الاشكال قول الشعراء الان ومروي عن ابي بكر الصديق، مروي عن جماعه من الصحابه يقولون لعمري، ما الجواب عن هذا؟ لا يريدون الحلف، يريدون الاثبات، يعني كلام لا يريدون الحلف. طيب لو قالوا النبي يقول ما اريد الحلف، لا الواو هنا الواو قسم ولا لا من قسم اسلوب من العرب ليس هذا من قول من الاقاويل، هذا من اساليب العرب ليقصدوا بحقيقه القسم. ولكن حتى هذا يبقى اشكال، بعض الناس يقول انا ما اقصد، فالصواب نمنع ذلك مطلقا. نعم الله يقسم بما شاء من مخلوقاته، لكن المخلوق ما يقسم الا بالله، فلذلك الصواب نمنع ذلك مطلقا، نمنع ذلك مطلقا. ما ورد عن السلف نعتذر عنهم، لكن نحن لا ننشئ شيئا من ذلك، لا ننشئ شيئا من ذلك، يعني ننقل عن غيرنا كما قال الشاعر لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق، نحن ما أنشأنا هذا، إنما أنشئ، لكن نحن لا ننشئ. يعني الذي قال يقول لعمر الله، ما يقول لعمري، ما يقول لعمري، حتى ولو لم يقصد الحلف. حديث الصحيحين أفلح وأبي، هذه اللفظة شاذة، وأبي وقرة عين ليس ليس قسما. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا أبو بن عبد الله الراشد بن سعد بن الخطاب وحذيفة بن اليمان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من الخيل والرقيق صدقة. درجته ما هما؟ ضعيف ولا كان راشد مساعد ذكر المعنى ليس في العبد ولا في الفرس صدقه. طب لو عدل التجاره على عروض التجاره تصير عروض التجاره يزكى زكاه عروض. صحيح. نعم.